السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد رجعنا معكم إلى حلقات عبقري الرياضيات. إذا بعدما أنهينا تعريف التكامل وطرق تحديد التكامل، الآن دون أن أطول عليكم سأقوم بحل مجموعة من التكاملات عبر فيديوهات حلقات. في كل حلقة أقوم بحل تكامل واحد، وطبعا لا أطيل عليكم، يعني أكبر ما يمكن ناخذه زمنيا هو 10 دقائق في اي تكامل كيف ما كان. اذا بالنسبه لتكامل هذا اليوم، فهو التكامل من 0 الى 1 ل لدينا هنا الداله 6x + 2 زائد 7x - 3 على 2x + 1 دي دو اكس. اذا سوف نقوم بحساب هذا التكامل. اذا كيف سنقوم بشيء كهذا؟ طبعا يمكن ان استخدام اي طريقه من الطرق السابقه، فقد اخبرتكم انه يجب ان تكون لديك على الاقل دالتين مختلفتين لكي تقوم باستخدامها، لكن انا استخدم هنا مثلا تغيير متغير الى غير ذلك. لكن اليكم ما سنفعل، سوف اقوم بالقسمه الاقليديه للبسط على المقام، قسمه اقليديه. وطبعا لدينا هنا درجة البسط أو أسه أكبر من أس موجود في المقام، إذا سوف يعطينا جزء زائد جزء على جزء. حسنا، إذا سوف نقوم بقسمة أقليدية. إذا 6x + 2 زائد 7x - 3 على 2x + 1 هكذا. سأقوم بقسمة أقليدية، إذا لأن هنا 6x + 2 وهنا 2x، فيماذا يمكن أن نضرب 2x يعطينا 6x + 2؟ سنضربها في 3x، 3 في 2 تساوي 6، x في x هو x + 2، ثم 3 في 1 هي 3، ثم x في 1 هو x، من 3x. حسنا، إذا هذه ناقص هذه، 6x + 2 ناقص 6x + 2 سيعطينا 0، 7x - 3x سيعطينا 4x. إذا نقوم بإنزال هذا إلى هنا، إذا تبقى لدينا الآن 4x - 3. إذا ماذا يمكن أن نضرب فيه 2x يعطينا 4x، يمكن نضربه في 2، 2 في 2 هي 4، 4x - زائد 2 في 1 هي 2، ثم نقوم بوضع ناقص هنا، ثم نقوم بقيام عملية اختزال هنا، أو عملية طرح. نقوم بعملية الطرح هنا، إذا 4x - 4x يعطينا 0، ثم ناقص 3 - 2 لأنه هذه الناقص سوف تنتقل مباشرة إلى هنا، سوف تعطينا ناقص 2، إذا ناقص 3 - 2 يعطينا ناقص 5. بمعنى آخر أن 6x + 2 زائد 7x - 3 تكتب على شكل 3x - 2 مضروبة في 2x - 1 ناقص 5. حسنا، إذا قمت بالقسمة هنا على إذا قمت بالقسمة هنا على 2x + 1 لكي يتناسب مع ما هو مطلوب مني، سأقوم بقسمة هنا أيضا على 2x + 1. طبعا في الطرف الأول سأقوم باختزال 2x + 1 مع 2x + 1، وفي الطرف الثاني سوف تبقى 2x + 1 في المقام. إذا هذا سوف يعطينا 3x + 2 وهذه هي القيمة الصحيحة 3x + 2، ثم ناقص 5 على 2x + 1. إذا هذه هي، إذا هذه يمكن أن تكتب على الشكل هذه. إذا نسمي مثلا عند الانتيغرال هو أ حسب الحرف البلجيكي الفرنسية، ثم نكتب أ هنا يساوي تكامل ل 3x + 2 دي اكس ناقص تكامل او ناقص 5، نقوم باخراج ثابتة، ناقص 5 في 1 على 2x + 1 دي اكس. اذا بالنسبة لحساب تكامل هذه فهو سهل، وكذلك نفس الامر بالنسبة لهذه، نقوم بحسابها. تكامل 3x سيعطينا 1، سيعطينا 3 على 2x + 2 زائد 2، طبعا تكامل من 0 إلى 1، 0 إلى 1
تطلع قفتين هكذا، 3 على 2 اكس 2 زائد 2 اكس من 0 الى 1، ثم ناقص 5 مضروبة. بالنسبة لهذه فسوف نقوم حسنا، لدينا اشتقاق البسط فهو 2 اكس زائد 1 اشتقته سوف يعطينا 2، اذا سوف اقوم بالضرب هنا في 2 هكذا، ثم ساقوم بقسمة على 2، يعني كانني لم افعل شيئا. اذا فاشتقاق هذه وهو هذا الذي في البسط، اذا هذا يذكرنا بدالة وهي دالة الالين، لكن لديك تكامل اف بريم على اف دو اكس دي اكس فهو الين القيمة المطلقة لاف دي اكس. حسنا، اذا هذه هي العلاقة. نصوتنا 5 على 2، ثم في الالين الين قيمة المطلقة لاثنان اكس زائد 1 من 0 الى 1. الان نجمع كل هذه في معقوفة واحدة، سوف يعطينا 3 على 2 اكس 2 زائد 2 اكس ناقص 5 على 2 الين قيمة مطلقة 2 اكس زائد 1 تكامل من 0 الى 1. اذا هذا هو الدالة الاصلية، نقوم بتعويض 1 هنا، سوف يعطينا 3 على 2 في 1 زائد 2 في 1 ناقص 5 على 2 في إيلين ل 2 زائد 1 اللي هي إيلين 3. نغلق القوسين هكذا ثم نضع ناقص ثم نضع قوس آخر ثم نبدأ بتعويض 0. عوضت 0 هنا سيعطيك 0، عوضت 0 هنا سيعطيك 0، ثم عوضت 0 هنا ستعطيك إيلين 1 اللي هي 0. إذا هذه كاملة إذا عوضنا فيها 0 ستعطينا 0. إذا هذه النتيجة 3 على 2 زائد 2، ممكن حسابها مثلا 3 زائد 4 هي 7، 7 على 2 ناقص 5 على 2 إلين 3. إذا هذه هي النتيجة، وشكرا على متابعتكم ودعا.